السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل البصارة، أكلة شعبية وجميلة جدا، ان شاء الله طعمها هيبقى جميل جدا وهتعجبكم قوي بأمر الله. مكونات البصارة معانا ايه النهارده؟ طبعا هي أكلة شعبية، معايا فول مدشوش غسلاه ونقعاه كويس قوي. الفول انا نقعاه مش ناشف معايا، تمام. ومعايا خضرة مشكلة، كزبرة وبقدونس وشبت، معايا كمية كده كبيرة وحلوة عشان تخضر لي البصلة بتاعتي. ومعايا بصلة مقطعاها 4 أرباع، ومعايا ثوم صحيح، ومعايا الملح، كمون، كزبرة، وشوية نعناع ناشف. دي كده المكونات بتاعت البصلة بتاعتي، سهلة وطبعا مكوناتها مش كتير. معايا ايه بقى للبصلة المتحمرة؟ نحمر بصلة للوش. معايا بصلتين كبار مقطعاهم مكعبات زي ما انتم شايفين كده، ومعايا كمان معلقتين اتنين كبار من السمسم او 3 معالق، ومعايا كزبره جافه. ده كده للوش بتاع البصاره بتاعتي، هنركنهم على جنب. على ما نخلص البصاره بتاعتنا هعمل ايه بقى؟ هنقول كده بسم الله. هجيب الحله بتاعتي هحط فيها الفول، كوبايتين الفول تنقعيهم وتغسليهم كويس وتنقعيهم، تحطي ليهم 4 كوبايات من الميه، يعني كل كوبايه من الفول تحطي لها 2 كوبايات من الميه، تمام. واحط الخضره بتاعتي، الخضره المشكله كميه كبيره وحلوه كده عشان تبقى البصله بتاعتي لونها اخضر وحلو، والبصله 4 ارباع، معايا الثوم، كل حاجه صحيحه، والبهارات بتاعتي اللي هو الكمون والكزبره والنعناع والملح، كله كده حطيته على بعضه، واضيف عليها الميه. يعني انا عامله 2 كوباية فول هحط عليهم الـ4 كوبايات من الميه عشان تكون تقيله كده، ويعني السمك بتاعها حلو ما تكونش خفيفه قوي، تمام. هحطهم على النار لحد ما تستوي كويس قوي، بعد كده نضربها في الخلاط ان شاء الله. يلا معايا الزيت زي ما انتم شايفين اللي هحمر فيه البصل، مزوده شويه علشان الزيت ده هاخده لما البصاره تستوي ان شاء الله، هحطه في البصاره، تمام. بالشكل ده كده، معاها رشه ملح على الرشه من الملح على البصله عشان تدبل معايا بسرعه وتتحمر، الملح بتاعها عشان كمان تبقى برضو حقيقة وحلوة، تمام. بصوا كده البصلة اللون بتاعها كده جميل، هي لما بنشيلها من الزيت وبركنها شوية بتدي غمقان شوية عن كده، فأنا مش عايزة أغمقها عن كده عشان لما تاخد لون أغمق شوية بعد ما تخلص، بعد ما تبرد، قبل ما تبرد كده يبقى اللون بتاعها مناسب وجميل. طيب هعمل إيه بقى في الحالة دي؟ هضيف الكزبرة وجفة، شوية الكزبرة، واضيف عليها السمسم بالشكل ده كده. طبعا انا هنشل البصلة دي من الزيت خالص، مش هسيبها في الزيت. بصوا اللون ده كده كويس قوي زي ما انتم شايفين اهو، لون حلو قوي كده. هنشيلها من الزيت وشوية، والزيت بقى هضيفه على البصلة بتاعتي بس لما تستوي وتخلص ونضربها ان شاء الله، تمام. كده البصلة بتاعتي خلاص خلصت اهي، وننتظر بقى لما البصارة بتاعتنا تستوي ونكملها ان شاء الله. بس كده خلاص البصارة بتاعتي استوت، هاخدها واحطها في الخلاط وهضربها كويس او انعمها. شوفوا المية بتاعتها مش كتير قوي ازاي، وهي كده كويسة قوي. لو تقيلة معانا بعد ما نضربها ممكن نحط لها شوية مية، لكن لو مظبوطة خلاص. خدها كلها كده هضربها في الخلاط ونرجع تاني. كده خلاص ضربتها، باخدها بقى تاني معايا في الحله. لونها جميل ازاي، لونها حلو قوي ما شاء الله، وتقولها كويس. لو بالشكل ده كده ممكن اخد بس نقطه من الميه في الخلاط، شفشق الخلاط بتاعي عشان ما هضرش ده كله كده. ثواني ده خلاص، طيب
نضفت كده شفشق الخلاط كويس قوي. تمام، هعمل ايه بقى؟ هاخد الزيت اللي انا حمرت فيه البصله مع شويه من البصله وشويه من السمسم كده، واضيفهم عليها وهغليها على النار. هتغلي بقى على النار، بعد كده نقدمها بقى ان شاء الله. بصوا اللون بتاعها اخضر وجميل ازاي، الخضره الكتير هي اللي بتخلي تديني اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده، لونها كده جميل جدا. وعايزه اقول لكم الريحه بتاعتها والله جميله قد ايه، يعني تجوع بجد. والبصله كمان ريحتها تحفه من شويه الكزبره اللي انا حطاهم وشويه السمسم، مخليين الريحه حكايه، تاكلوا احلى بصله بامر الله. نحطها على النار تاخد غلوتين كده مع بعض مع نفسها ونغرفها ان شاء الله. وده كده الشكل النهائي خلاص للبصاره بتاعتنا بعد ما غرفتها بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده. بصوا اللون بتاعها عامل ازاي من الخضره، كل ما بتكتري الخضره ليها كل ما بتديك اللون الجميل اللي انتم شايفينه ده. قله الخضره طبعا مش هتديك اللون دوت. بصوا كمان الزواق بتاعها زي ما انتم شايفين، ممكن تعملي الشكل ده ممكن كده. شوفوا كمان السمسم شكله جميل جدا جدا ومدي طعم حلو قوي للبصاره بتاعتنا. عايزه اقول لكم الطعم والريحه حكايه والله، جميله جدا جدا ان شاء الله تعجبكم جدا، ولونها جميل قوي قوي بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده. الاول مره يدخل القناه بتاعتي ما ينساش يعمل اشتراك ويفعل الجرس يوصله كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.